هادشي الزغب ديال المش ديالي واصل حتى للكاميرا. السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله اللي غنشارك معكم فيها لا كوموند اللي عاد وصلتني من شيئين بوندون لو كونفينمون سون بروبليم. خدات 20 يوم باش وصلتني، غادي نحلها معكم دابا. مازال ما حليت حتى شي حاجه. فوالا هو لو كولي. الحاجه اللي حليتها هي لي شوسيور، هاد لي بوتين اللي صدقوا غزالين بزاف. لا كاليتي، الشكل ديالهم اكزاكتومون بحال لا فوتو. كما قلت لكم ديما انا صراحه كنقرا لي كومونتير خيس كاملين باش كناخذ فكره على لا كاليتي وعلى لي طاي وكلشي. دونك فوالا كيفاش دايرين، صراحه زوينين بزاف، عجبني لو ستايل ديالهم. طوندونس اون بلوس تري سامبل. دابا غادي نحل هاد لو كولي، ناري نمشي نضرب الحوايج بهاد الكوتور ما انا بخير. اول حاجه هي هاد لا شوميز. فوالا انا قطعت هاد لو ساك ديالها. كيفاش غنقيس هادشي كامل؟ غادي نقادلو البيسات وغادي ندير لكم ان لوك بوك في الفيديو الجاي ان شاء الله. صراحه لا شوميز زوينه، يعني طويله ايتو كوم سيغ لي فوتو، زوينه. الطول ديالها زوين كيف ما كنت باغاها. لا طاي خديت لا طاي اس حيت شفت لي كومونتير داكشي تيقولوا انها كبيره، و سي فري كبيره حيت اوفر سايز وكتجي ضيقه من الوسط. ما عرفتش واش غادي يبان لكم الشكل ديالها، مي كيما قلت لكم غنخلي لكم لي ليان ديال كاع هاد لي زارتيكل، دخلوا تشوفوهم في لو سيت نيشان. لي موش بحال هكذا تيجيو. دابا راه كنوريكم وكنشوف حتى انا حيت عاد كنحلهم. بصراحه زوينه، غير هي الثوب ديالها رقيق فريمون صيفيه. هادي كنت باغاها من شحال هادي، ودابا منين دوزت هاد لا كوموند وخديتها حتى هي. هاد لا كوموند خديت فيها دي بول دي سانتور. المهم ان شاء الله غنوريكم كلشي. ثاني حاجه فوالا ان بول، وصراحه لا كاليتي زوينه فريمون رطيب. فوالا كيفاش كيجي، بان ليا قصير. المهم عرفت دوك لي بول انا كيعجبوني، هادو كيجيو سخيخنين مع ان بونطالون وشي سميطه، ومن بعد كديروا لو جيلي من الفوق طويل ولا فيست. هادو كيتلبسوا صراحه بزاف ديال الطرق، هو زوين كيتجبد تحسوا به رطيب. خديت لا طاي ام، لا طاي ديالي نورمالمون ابيتويل. ثوازيام ارتيك كنهز غير لي جات في يدي كنهزها، هو هاد لو ليغين. صراحه لي با مال، مي انا جو ماتوندي با لهاد لا كاليتي. هذا رقيق، يعني داك القطن، فوالا داك القطن الرقيق عندو جياب في الجناب بحال هكذا ومن التحت فوالا. المهم ساعه ليغينغ، وانا خديت لا طاي ال اللي كنلبس لابيتود، ولكن بان ليا بحال لا كبير. هادي يجيني جوغينغ بلوتو. رابع ارتيكل شنو هذا؟ سي ان تويل اوسي فواحد لا كولور اللي كتعجبني بزاف. سافا لا كولور جات بحال لي فوتو. فوالا نفس لا طاي خديت فيه هو ام، غير هو يعني شكل مختلف، في هاد الخطوط غلاد شويه وزويون حتى هو رطب بحال لو نوار. صراحه زوينين، وهادو كيما قلت لكم كينفعوا البنات، كديروهم مع الجين مثلا موم ولا، وكتخشيوه وسط الجين ومن بعد كتلبسوا شي حاجه طويله من الفوق اللي كان اون فيست ولا ان جيلي طويل ولا مونطو اي لي بوتين اي صافي لافير، ولا دي باسكيت. فوالا باش نقول اسماء هو راني ما عقلاش شنو واخده. غادي نخليكم تدخلوا تشوفوا الاسمنه ديريكتومون في السيت. هذا سي ان جيلي شو، وكنت باغيه صراحه ان جيلي بلون، باش لقيته في شيئين خديته. فوالا فيه دي بوش، إلي با مال حتى هو رطب. الكمام ديالو فوالا جايين شويه واسعين، ومن هنا مجموعين. خديت ام دونك لا طاي ابيتويل ديالي، حتى الطول ديالو زوين. هانتوما هذا حتى هو ان بول سخيخن ورطب بحال الاخرين. هذا جا طويل البنات. فوالا الطول ديال هذا صراحه زوين، انا كن كيحسب لي كلهم بحال هكا. ساشون كي هذا دابخي لي كومونتير خديت فيه لا طاي اس،
يعني il taille grand خصكم تردوا البال بزاف لي كومونتير قبل ما تشريو. اخر حاجه تاع البنات هما لي سانتور الاولى هي هذه حتى هما غادي ندخلهم في اللوك بوك ديال الفيديو الجايه ان شاء الله. ها انتما فوالا دابا واخا نبغي نصايبها راه ما عقلاش كيفاش مي غادي نعاود نشوف التصويره في شيئين وغادي نصايبها ان شاء الله ما عقلاش كي داروا لها. المهم واحد الطريقه زوينه وسهله وكتجي تري تري سامبل. لا دوزيام سانتور هي هادي صراحه رقيقه زوينه كوم جيم. فوالا فيها جوج ديال البزيمات بحال هكدا صراحه هي تري كلاس هادي زوينه. ها انتما كتجي بحال هكا البنات كتجي مع دي روب سامبل كولور اني وكتدخلوا هادي ان تي بو شارجي كتجي زوينه كتعطي منظر زوين ولا مع السروال ولا مع اي حاجه. ورخاصين لي سانتور عندهم يعني ما فايتينش 4 اورو. فوالا بنات كان هذا هو الاول ديال اليوم. نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم عطيونا الراي ديالكم وما تنساوش دائما الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير بالنسبه لي فيديو الجاي ان شاء الله. وتسناو لو لوك بوك ديال هادشي كامل اللي وريتكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. غو بيزو.